يعني هذا الحلم اللي كانوا يعيشه شباب الثمانينات يمكن الآن هم في الخمسينات، إنه التحدث مع السيارة وإنه يكون هناك صديقك. يعني هم قديش الشباب أنتوا تحبوا السيارات، فما بالك إنها تتحدث معك، اليوم يصبح واقع 100%. لأنه بتعرفي بالنهاية التكنولوجيا هي لحتى تسهل لنا حياتنا العملية، صح؟ والذكاء الاصطناعي هو بيعتمد على أنظمة تستخدم بيانات تجمعهم بشكل سريع لتعطيك النتيجة بسرعة. فاللي بدي لك عليه أنه هلأ السيارات صار بدال تشات جي بي تي المعتمد على الاي اي يصير بالسيارات بشكل انه بتصير بتحكي مع السياره على اساس كانه افترضنا بشري مش على اساس انه كمبيوتر، انه شخص ما خلاص راح يكون. بس ايش الاضافه اللي راح يضيفها الذكاء الاصطناعي؟ تمام، مثلا هلا نحن حتى بالسيارات الموجوده هلا بتعرفي انت فيكي تحكي كمان مع السياره مثل هي مرسيدس بي ام دبليو بتساليها، بس هلا عم تتعاملي معها انت كانه كمبيوتر، صح ولا لا؟ بس مع تشات جي بي تي حتحكي معها كانها على اساس بشري افترضنا. يعني مثلا هلا انا اذا بيجي بقول لها للسياره والله شوي بردان، اوكي، تلقائيا يعني حتعلي مثلا الاي سي، تعلي مثلا درجتين. اذا بيجي بقول لها مثلا قد ايه بدنا وقت حتى نوصل على البيت، ماني مضطر اني انا اكبس زرار وفتش حتى يعني، او حتى كمان فينا نمر مثلا على المحطه هيدي وبالرغم من هيك نوصل على الوقت. يعني كان واحد عم يتعامل مع شخص عادي، مع شخص هو شخصيه تكون معه.